لاتسيو من جونزاليس في ربع ساعة من الماتش، كرة خطيرة ترجع بالراس والهدف الثاني، الهدف الثاني ليدستاينر أظن، ليدستاينر نعم هو يضرب لي وسجل الثاني الأهداف. كوزاك ليبر خمس أهدافه مع لاتسيالي هذا السيزون، اللاعب السابق لبريشا يسجل الهدف الثاني من كرة ثابتة يستثمرها فريق لاتسيو ويوقع على أسبقية تؤمن جزء كبير نقاط الثلاثة. لديزما والأروع يطلع بامتياز ورا زابينا يضرب القدام بالرأس القوي كوزاك ويسجل هدف الثاني، هدف جميل من كرة ثابتة نموذجية للاتسيالي. 2 لاتسيو 0 بريتشا.